غضب يسود الحكومة الإسرائيلية في مقابل ترحيب دولي واسع النطاق بقرار مجلس الأمن الذي طلب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. فبينما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تنفيذ القرار، مؤكدا أن الإخفاق بتنفيذه سيكون أمرا لا يغتفر، اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الأمم المتحدة وأمينها العام بمعاداة إسرائيل، ودعا إلى التصعيد ومواصلة الحرب. أما وزير الدفاع يواف جالانت فقد هدد بأن وقف الحرب في غزة قد يزيد من احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية مع لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفي أول رد فعل له عقب القرار ألغى زيارة وفد إسرائيلي رفيع إلى واشنطن، متهما إدارة بايدن بالتراجع عن موقفها السابق، ما يعني الإضرار بجهود الحرب والإفراج عن المحتجزين. الغضب الإسرائيلي جاء في وقت تتزايد فيه الشكوك من أن الحرب في قطاع غزة فقدت بوصلتها وتبدو كأنها لا أهداف لها. هذه الشكوك امتدت إلى أقرب حلفاء إسرائيل، حيث تعالت الدعوات لوقف إطلاق النار. الولايات المتحدة أبرز وأهم حلفاء إسرائيل امتنعت عن استخدام الفيتو وأكدت أن ذلك لا يمثل تحولا في سياستها، لكن البيت الأبيض بدا عقب تصريحات نتنياهو وكأنه يشعر بالحيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قرر التعبير عن خلافاته مع إدارة بايدن علنا وإخبار واشنطن بسياستها وما يجب عليها أن تفعله، ما يزيد من التوتر بين الحليفين. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل رحب بالقرار وطالب بالتنفيذ العاجل له، وذلك بعد أيام من تبني دول الاتحاد 27 لقرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. كما رحبت كندا وهي حليف استراتيجي لإسرائيل بالقرار، وأرسلت إشارات واضحة إلى تل أبيب قبل أيام بتعليق جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وأكدت أنها ستواصل العمل على حل الدولتين بما يفضي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.